أسألكم سؤال لإنقاذ السفينة عاجلة، وهذا هو أمر مهم حقيقة جدا جدا. ما رأيكم، ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ واجب، سنة، نفل، إيش رأيكم؟ يا إخوان، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض واجب على الإنسان المسلم. ولذلك قيل أن أصول الدين 5 وأضيف لها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 6. ركن. لذلك السؤال الذي يسأل نفسه أو السؤال اللي يطرح نفسه، ما رأيكم في مقولة يغيب أنا ما يخصني؟ ليش أنا يخصني؟ أنا حر يا أخي، ما حد يتدخل فيي، أضحط بسيارتي لين أرد راسي، أنا حر. السلبية القاتلة. في مرة من المرات تقريبا قبل 2 من الآن، كنت في جدة، في مطار جدة، فالتقيت بسعادة الشيخ المكرم خلفان العيسل، فسألت سؤال، قلت له لما أعطيت الحين في مجلس الدولة كيف تنظر للمجتمع؟ قال يختلف الناس الآن، في منظور مختلف. قال حقيقة رأيت السلبية القاتلة في الناس والتذمر، يعني ما حد يحب يتحمل المسؤولية. قلت له كيف؟ قال جلسنا مع أصحاب القرار وزراء، فكانوا يتذمرون من الوكلاء ومدراء العموم. هذا الشخص اللي جالس يسجل بيورطني. طيب، يقول جلسنا مع مدراء عموم ووكلاء يتذمرون من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام، ويقولوا إنه هذا لما يساعدونا وكذا. جلست مع مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام يتذمرون من الموظفين ويتذمرون من هم علاهم. جلست مع الجمهور يتذمرون من الوزارات. يقول وجدت أن الحلقة تدور، فالكل يتذمر من الآخر وما حد قادر يتحمل المسؤولية. ما أسهل أن تلقي باللوم على الآخر، هم السبب. أنا الحمد لله بخير، أنا ما علي، إذا سلمت ناقتي ما علي رفاقتي. هذه كلها أشياء تخالف إنقاذ السفينة عاجلة. لذلك إخواني كنتم خير أمة. ليش نحن كنا خير أمة؟ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أسألكم سؤال إخواني، من خلال الأسبوع الماضي كم مرة أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ خلنا قبل الشهر الماضي، خلنا السنة الماضية، هل فعلا جلست مع زميل لك وصديق لك قلت له ما تسوي هذا أو تسوي هذا بس بطريقة؟ وفي سبحان الله الناس مفاتيح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له طرق كثيرة جدا مختلفة. لكن نحن حقيقة نبني مبدأ عظيم إخواني أهمله الناس، وهو أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهمل كثيرا جدا. بل إنه للأسف الشديد الآن الأمر بالمنكر أكثر عن الأمر بالمعروف. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في مرتبة ما قبل إقامة الصلاة. للأسف الشديد في أناس إذا كانت النار باية تبدي يزيدوها حطب، إذا كان اثنين متخاصمين يزيدوا بينهم النار، ما يصيروا يصلحوا. والإصلاح هو من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر.